فيما يخص تطورات الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر القيادة المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهرية شمال إسرائيل. وأشار إلى استهداف حزب الله أماكن تموضع واستقرار ضباط الاحتلال، وحقق إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانفجار طائرة انتحارية في قاعدة للجيش قرب نهارية، إلى جانب انفجار طائرتين مسيرتين في منطقة بالجليل الغربي واندلاع حريق ووقوع أضرار، ويجرى التحقيق في الحادث. وفي وقت سابق كان حزب الله قد أعلن استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة يارؤون، وأفاد الحزب في بيان له بمقتل وإصابة جميع جنود الاحتلال ممن كانوا داخل المبنى. في سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال بلدتي عيت الشعب وميس الجبل جنوبي لبنان، كما تعرضت بلدة حانين في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي. هذه اللقطات إذن كانت لسلسلة الاستهدافات المتتالية التي نفذها حزب الله على أهداف في الجليل الغربي في الأراضي المحتلة عام 48، واليوم أيضا كانت ذروة التصعيد في سرب المسيرات الذي كان حزب الله قد أطلقه، وربما هذه المسيرات التي يتم إطلاقها على أماكن مختلفة الجانب الأكبر منها تصنف كأهداف عسكرية إسرائيلية هي التي شكلت علامة فارقة من جانب حزب الله في طبيعة الأسلحة المستخدمة، خصوصا تلك التي أخفقت منظومة القبة الحديدية في التعامل معها. أحمد سنجاب مراسلنا على الهواء مباشرة ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل. أحمد، هل هدأت هذه الجبهة ولو قليلا أخذا في الاعتبار ذروة التصعيد التي كانت قبل نحو ساعة ونصف من الآن؟ نعم، تحياتي لك مجددا. لم تهدأ الجبهة الجنوبية حتى الآن، هناك سمع قبل قليل دوي إطلاق صواريخ باتجاه هدف عسكرية إسرائيلية من الجنوب اللبناني، كما أن هناك أنباء عن تسلل مسيرات تابعة لحزب الله أيضا للشمال الإسرائيلي في طريقها إلى إصابة أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية أيضا في منطقة الشمال، وذلك بعد سلسلة من العمليات التي نفذت منذ صباح اليوم، والذي ميز هذه العمليات أنها عمليات نوعية ربما من بينها عمليات غير مسبوقة كتلك التي أصابت موقع عسكري إسرائيلي في شرق نهاريا، وأيضا استهداف عدد من المباني في المواقع العسكرية المتخمة للحدود اللبنانية بالصواريخ. حزب الله يتحدث عن إسقاط عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح اليوم، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني والبلدات اللبنانية على مدار يوم أمس، والتي أسفرت عن سقوط قتيلين تابعين لحزب الله ونعهما الحزب في بيانات متلاحقة. وبالتالي ربما هذه الجبهة مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، وخصوصا أن جيش الاحتلال عمد خلال الساعات القليلة الماضية إلى إطلاق الطائرات الحربية في الأجواء اللبنانية الجنوبية لتخرق جدار الصوت، مما أحدث حالة من ربما الرعب وأيضا الفزع لدى كثير من المواطنين، علما بأن هذه الطائرات الحربية وكسر جدار الصوت وصل لأول مرة إلى مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني، مرورا بالنبطية وأيضا مناطق في بنت جبيل في الجنوب اللبناني. وبالتالي كل هذه المؤشرات تقول أن الجبهة الجنوبية ربما تشهد مزيد من التصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة. أحمد سنجاب مراسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، أشكرك شكرا جزيلا.